يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطريني بالسيارة يا تاتا يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطريني بالسيارة بحبه حبه ما بترخمه وعيونه خلت قلبي مثل ليلة السيجارة Partigiano, partono via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, partono via. Chi mi udè li porta. كل عام وأنتم بخير. في أجواء هذا العيد الأضحى المبارك كان لابد من حلقة خاصة ومميزة كي ننفس من أجلكم وعنكم، فكان هذا اللقاء مع هذا المبدع الجميل يزن أبو سليم وزوجته المبدعة القاصة كرم الخالدي. أهلا وسهلا بهذا الثنائي. أهلا وسهلا فيك. أنا من عادتي في اللقاءات بقول للضيف على طول عرف بحالك كما تحب أن يعرفك الجمهور، لكن سأقول لكرمل عرفي بيزن. من هو يزن أبو سليم؟ يزن أبو سليم أحرجني بهذا السؤال. ما بتعرف تعرفي عن جوزك؟ لا، يزن باختصار هو صوت وألحان الوطن، هو المسلوب، الوطن المسلوب، هو لحن الفقراء ولحن الناس ولحن الأطفال، هو اللي بيعبر عن كل إشي بيخص الإنسان. كل شيء بيخص الإنسان. كل شيء بيخص الإنسان. من هي كرمل؟ كرمل حبيبتك وزوجتك، هذا عارفي. بدي تحكي لي عن الإشي الآخر اللي حاب الجمهور يعرفه. كرمل هي شخصية يعني إنسانية وفيها حس عالي بالكرم وبحبها للأطفال بشكل عام يعني،
وهي شخصية اشتغلت مع الأيتام ما يقارب 11 سنة 12 سنة يعني هذا عمل تطوعي بدون أي مردود يعني مردود مادي. فشخصية مثل هيك يعني إنه شخص بتطوع بروح بحاول قدر المستطاع إنه يخدم الآخرين يعني فهذا إشي رائع جدا يعني. جميل. أنت قصة وبتكتب قصص ولك علاقة بالأدب، هل يزن كان قصة في حياتك حتى ارتبطتي به؟ ما بقدرش أحكي إنه هو قصة، لأنه إذا بدي أحصر وجوده في حياتي بشيء قصة أو رواية أو قصيدة أو أغنية بقصر كتير بهذا الإشي. هو كل شيء، هو كل شيء، هو كل شيء، هو كل صنوف الأدب وكل صنوف وكل وكل 28 حرف من اللغة العربية لا تصفه. الله الله هذا مش استعيني باللغة الأخرى. ودايما بيحكوا في اللقاءات أو على مستوى فنانين كبار أو بغض النظر إنه دائما لما بكون في شخصين يعني زوجين أو مرتبطين في بعض بيحكوا إنه هذا يعني بيكون أقرب إلى التمثيل أو أقرب إلى إنه التنمق يعني في الكلام وبيحبوا يجملوا إلى آخره. إحنا بعيدين كل البعد عن هذا الشيء. أنا بحكي كمان بالنسبة لي هذا الحكي مش موجود. بيجي حدا بيقول لك مثلا الحب أو الزواج بيموت أول شهر اثنان ثلاثة سنة سنتين، لا إحنا الحمد لله مستمرين. الأساس في إنك تحب الشخص اللي أمامك مش إنك تحكي معه في الكلام. يعني أنا دائما ممكن أقعد ما بعرف كلمة حبيبي وعمري وحياتي وإني أوصفه، مع إني أنا شخص ولام دائما إني أنا بوصفه على مواقع السوشيال ميديا وبكتب عنه إنه بتعرف تيجي مثلا أمي حياتي يا عمري مثلا هذا حسد وإنتوا انتبهوا العين ومن هذا الحكي. أنت متكيف على الكلام؟ طبعا متكيف لأنه أنا ضد أقول لك قدام الناس هذا عيب في الأردن. بس إحنا الأصل التعامل. الأصل داخلنا إيش فيه، الأصل في البيت شو إحنا في الشارع بيننا وبين بعض. هو هذا هو الحب، مش يعني أمام طبعا الأخرين. حتى زي ما يقولوا الأخوان المصريين أخذكم في دوكة وما أعطيتكم فرصة تعيدوا على الناس. صحيح إحنا بحب أجواء عيد يعني. أكيد كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب، وسنة طيبة إن شاء الله علينا وعليكم جميعا بنهاية هاي الجائحة اللي دمرتنا. في الدلتا هذا لا الدلتا هاي خلص بتروح. الدلتا هيك شعرني في المساج. لا لا هو هذا المساج إجا أول إشي، لكن الآن خلص شو ما أجا ما راح يكون. طيب كرمل شو أحسن أغنية يعني أغنية تنقلني هبنا يزن يغنيني إياها؟ بدنا إحنا اليوم نورجي الناس فنون يزن المنوعة، من وطني لا عاطفي لا سياسي إذا في اجتماعي أي شيء من كل الألوان يغنيها قدر إن كان في هذا في هذا الحلقة. حتى لو كان مش فرح عشان عيد ما دام فيها إبداع ماشي في شراقي يعني. هلأ يزن غنى كل إشي على مستوى انترناشنال، على مستوى مستوى وطن، رومانسي، طرب. بس في إشي بيأثر فيه كتير بعرف هو مش إشي أهدانية. الإشي اللي أهدانية ما رح أحكي هو لنهاية رجل شجاع. نهاية رجل شجاع المسلسل؟ لا تحزني مسلسل هو متأثر بطارق الناصر طبعا أستاذ عظيم الرائع. موسيقى التصويرية كانت لطارق الناصر؟ موسيقى الشارع طبعا هي رائعة جدا. هو بيبدأ فيها يعلمه الأستاذ طارق الناصر عمل مسلسل نهاية رجل شجاع ماشي الحال. فكنت أنا صغير في المدرسة يعني فكنت أنسى الصف وأنسى المدرسة وأنسى كل إشي. كنت أحط إيدي ورا الدنيا زي هيك وأعمل هيك وبلش ألحن بالأشياء اللي كنت أنا أسمعها للأستاذ طارق الناصر. بمصاحبة الجيتار سواء نهاية رجل شجاع أو مسلسل الجوارح أو الكواسر كل لازم أمسك اللحن لأنه فاجأتني فيها. يا روح لا تحزني يا قلب ضلك هني زوار جينا عدني والعمر تذكر يا روح لا تحزني يا قلب ضلك هني زوار جينا عدني والعمر تذكر من عيني.
صار الزل طعمه مر ما يطيق الحر والحب هو السر والعمر. شايف كيف اختياري؟ رهيب. ذبحتينا ذب طيرت الجمهور. لا كل عام بخير وان شاء الله المرة الجاي واحنا بالاقصى الشريف ان شاء الله يا رب. مشيت على السياسة على طول. ما انت برنامجك سياسي جاهز. طيب نحكي عنك كأديبة الان. يعني اوكي تمام. يعني انا مش أديبة. انا عندي حاس انك انت بدك تسالي وتجاوبي لحالك. لا هلا انا مش اديبه عشان يكون لانه كلمه اديب شيء كثير كبير. كويس. انا كقاصه كنت قاصة. هاويه وعملت امسيتين في الاردن واحده في الوردة. بس ما طلعتي كتب زهر الياسمين؟ لا ابدا. بتابع بيوت ادبيه زي البيت الادبي تبع الاستاذ القاص احمد ابو حلاوه. بروح لقاءات ادبيه مع استاذ احمد ابو سليم طبعا الشعر والروائي الكبير. والدي أنا روائي وله رواية راجح الخالدي. ما شاء كل الله. التحية بابا. وأخوي كمان عاصف الخالدي له رواية كمان. لكن أنا إنه ينحكى عني التحية كمان لعاصف وعاصف الخالدي أخوي كمان أكيد تحية. تحية لبابا و... لكن إنه أنا ليش قطعتك كلمة أديب كبير أكيد أنا ما بجيش إشي صحيح. كلمة أديب عيب عيب أحكي عن حالي أديبة ماشي قاصة لطيفة على أديب. أنت صادقة كلمة أديب لا تطلق إلا على اللي قحف زي ما بيقول. أيوة بديش أسحبها عنك وبديش أحطها كمان بديش خليها كعمل مجتمعي ممكن تتعرف عليه. طيب انت بتكتبي قصص لك على الدراما ولا مالك على الدراما قصص درامية شيء يعني ليش ما طلعت كتاب كلهم جمعتين هيك في كتاب؟ اوكي لانه انا تقريبا قطعت تقريبا 10 سنين عن الكتابة تمام يعني بكتب مقصوصات على صوت. طيب في اديب بينقطع 10 سنين 10 سنين بس ما هو مش اديب ما انا مش اديبه. لا لا يعني في مبدع هواية. في مبدع هوايه عن مش عن الكتابه عن القراءه. انا مني اني قطعت كويس بس انت حكيتي جمله كثير خطيره اني قعدت 10 سنين ما بكتبش. طيب اللي عنده هوايه يعني بحاول يعني 10 ايام لاني ما لقيت حالي 10 اشهر بس ما لقيت حالي فيه ما لقيت حالي ما لقيت حالي مش ما عندي مش هذا الجلد بعشق الكتابة وإلى آخره بس كحكيت لك كمقصوصات أو ومضات مرات ممكن أكتب جملتين عن كتاب كامل. لكن اللي بينقطع صار معي بعد ظروف انقطعت عن القراءة. اللي بده يكتب بده يقرأ يا إما بيضل واقف نفس المستوى يا إما بيعلى أما ينزل لا. فبالنسبة لسنوات بعيدة هلأ لو عم بقرأ إيش كتبت في أمسيتي الأولى والثانية شيء جميل جدا ولطيف لكن ما تطور فما بقدر ممكن بعدين أعمل إشي تاني. يعني لقيت إنه التصوير أو إنه إن شاء الله يكون عندي معرض لوحات فوتوغرافية إله أكيد معنى وإله هدف كبير لأني لقيت اللوحة بين أربع يعني جوانب بتلخص قصة أهم من مليون كتاب ممكن هذا لقيت حالي. لا أنتوا هرفي أنا بالنسبة لي بدو عايزن بدي يفرغ هيك شوية من شحناته الوطنية بدنا نسمع أغنية وطنية وطني تكرمك عشان العيد. هذا كابو هذا ايش الكابو عشان يريحني هذا ايوه هذا هو اللي كيف بيريحك يا شو بعمل بدل ما احط سباي هيك بعدين هاي تتشنج بعدين افقد المشاعر حلو حلو بس هيك واحد ما حد عند حدا يعني حلا وانا عيني تهون لجلك لجل مجدك نبض القلب يهون همتهم بتشيل جبال قدام اهل الهم ما في محال لو صرخت وصحيت لقف معك مش مستني صوتك لأسمعك لو تعبيت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك يا
يا ابن بلادي شدوا الهمه خلي ولدنا تضل بنعمه ايدي ويدك الاردني يا عمر حين نشامى فعلوا كلمه بنت بلادي شدوا الهمه خلي ولدنا تضل بنعمه ايدي وايدك الاردني يا عمر حين نشامى فعلوا كلمه وانت عبخوك داوي بمية العين بالعلم وطلع السما نجمين لا تضل ولا الأردن نورتين أهل الهم وشمعات هالبلد الزين وحياد لازرع الخير مع عيونك وغمض جفونك يا بلاد يتصونك لشمالك وجنوبك يا عمر لسهر العمرين وانت عابت نجمة سماك خد نور العينين يا ابن بلادي شدوا الهمه خلي ولادنا تضل بنعمه ايدي وايدك الاردن يا قمر حنا نشامى فعلوا كلمه بنت بلادي شدوا الهمه ضل بنعمه ايدي وايدك الاردن يا قمر حنا نشامى فعلوا كلمه منا الكم بوسي على الجبين والايدين اللي بالكرام معن حين رح نكتب اساميكم عوراق الزعتر والتين لا تضل نسمات بلادنا فيكم منورين يا ابن بلادي شدوا الهمه خلي ولادنا تضل بنعمه ايدي وايدك الاردن يا قمر حنا نشامى فعلوا كلمه يا سلام يا سلام انا بدي اسالك سؤال هو بيغني ما بشوفك تتفاعل يعني يعني انا بتفاعل انا بقعد اعمل هيك وعمل انا في البيت اتفاعل انت في البيت تتفاعل وجاي هون انا بتفاعل يعني هل هيك حسسيني شو عامل يعني على قال لي هيك يا سلام بعيونك هلا بغني لنا اغنيه رومانسيه طب انت عمرك غنيتي معه يعني كيف صوته حلو بس بده تدريب بده تدريب الصوت بده اي حدا ممكن يغني اي حدا انا ممكن اغني أنا اي انسان ممكن جد طبعا اي انسان ممكن يغني لكن انه يتدرب على الاغنيه اللي هو بيحبها يتدرب على الصوت صح يعني لازم تعملوا لنا هسه هيك نعمل بنت الشلبيه يعني بنت الشلبيه بكون في اغلاط يزن عنده اذا لازم اغني يعني حكى لي في اغنيه بده يدربني عليها نعملها سوا يعني ننشر زي فيديو شيء بتوقع مش عارف يمكن تكون البنت الشلبية بس هو بقول لي يعني هو لأنه حدا ضليع في الموسيقى وحساس إذا حدا بغلط زي أستاذ العربي مثلاً إذا بالنحو ممنوع لا يا بتغني صح يا ما بتخطأ مع ذلك أنت ما بتنشز بالمرة مع ذلك يعني أنا لسه مش واصل للمرحلة اللي أنا بحكي فيها لأنه يقولوا كبار المطربين بينشزوا لا طبعاً بنشز ومرات بغلط كتير ومرات بخربط بالجيتار وبعمل أشياء عشان تغطي يعني أنا بيني وبين نفسي أنا لا بروفيشنال ولا إشي يعني أنا إنسان هاوي ماشي الحال وبحب الموسيقى لا يعني. بس اسمك يعني منتشر في يعني بيطلبوك وبتروح واسمك عمال بكبر وما شاء الله عليك ان شاء الله يا رب كيف بلشت معك القصة؟ يعني انا بلشت معي بحب من ايام الدراسة وانا في المدرسة كانت الخشبة تبعت المقعد تبعت الدرج كنت لا هاي نفس الطبلة نفس البنك اللي طبل عليها كانت عندي هيك فرقة شغل رقص وكنا قاعدين اخر اشي بالزاوية فكانت الخشبة هاي نفسها فاكها وعامل عليها جيتار وكنا اعزف للشباب طب ليش مثلا اخترت الجيتار ما اخترت العود مع انه العود الناس بتحبه اكثر الناس الناس على الاغلب بوطننا العربي بتحب العود كتير صحيح لكن انا شخصيا حسيت انه الجيتار نفسه يعني إشي حاله مختلفه يعني اي انسان بيعزف جيتار او اي صوت انا بحب العود طبعا طب شو الفرق بين العود والجيتار في تفريغ الاحساس الاثنين نفس الشيء لكن انت مشاعرك وين متجهه فهمت علي كيف في ناس كتير ما بتحب الجيتار انا بعرف ناس كتير بيعزف عود بحكي لك انا يا اخي الجيتار ما بحبه خلص بتجلى على العود بيعتبروه حداثي هيك وشبابي اكثر انا منه علي بحب العود كتير وعندي استعداد اني اقعد واسمع العود يعني وبحب اعزفه يعني حتى في البيت انا بعزف عود اكثر من جيتار لكن محبتي للجيتار جبت العود معك انا بحب العود انا محبتي للجيتار اكثر يعني خلص الاله الرئيسيه خلص جيتار وهيك وهي بحسها بتشبهني حتى لدرجه انه بحس انه لما بدي اغني إشي بحس انه الطبق نفسه او الوتر نفسه يعني قريب كتير يعني فهمت علي كيف
بالرغم لشيء تاني يعني أنا بيانو مش بعزف لكن أنا فاهم الموضوع بحاول إني أنا أعزف بس لكن لإلي يعني طبعا بحبه كتير وبحب أسمع بيانو يعني أنا إذا شفت شخص بعزف بيانو خلص بضلني قاعد بتفرج عليه يعني بتجلى. متى اكتشفت إنك لازم تصير لازم تشتغل على حالك إنه القصة لا مش هواية وبس مش لا هواية. لازم أطلع ألبس البدلة أحمل جيتاري وأشتغل على حالي وأقدم حالي للناس. صديقي محمد الخطيب رب أوجه له سلام حمودة بحكي لي أعطيت رقمك لخالي. طبعا خاله مين هو؟ صلاح أبلاوي. أوه الشاعر الكبير. الشاعر صلاح. تحية نعم. الشاعر صلاح أبلاوي. نعم. المهم فرن علي الأستاذ الشاعر صلاح أبلاوي بحكي لي تعال. طبعا حكى مع عمي احمد ابو سليم وكان نفس الشيء احمد ابو سليم كمان كان انت بتحكي عن احمد ابو سليم هيك انت بالنسبه عنك احكي احمد ابو سليم هو شاعر وروائي كبير يعني انت ما عين بعض انت حرين ما انت حكيت لي احنا قاعدين بالدكان طيب. الناس الكاميرا بس بدي ناس تعرف انه لما نقول احمد ابو سليم هو الشاعر والروائي الشاعر والروائي احمد ابو سليم فكانوا حكي له يعني فهمت علي كيف فالمهم رن علي فبيحكي لي تعال على نادي اسره القلم خليني اشوفك طبعا نادي اسره القلم هذيك الفترة كان شغال يعني في حركة كانت كثير يعني فيه فدخلت اتفاجأت من الجمهور الموجود هناك يعني طبعا أنا لسه جاي وما طبعا كانت هي كيف أمسية شعرية بيجي كل شاعر بحط اللي عنده يعني ماشي الحال شو النص اللي بيكون موجود عنده وبلشوا النقاد كلياتهم ينقدوا الموضوع نقد البناء كل واحد بحط الفكرة على أساس أنه يطلع الشخص آخر إشي حامل فكرة ممتازة يعني أنه يعدل طبعا اللي انا كنت اشوفه اكثر شيء كان صلاح الشاعر صلاح ابو لاوي كان كل ما بده ينصح حدا يقول له يا اخي اقرا اقرا امسك الكتاب وضلك اقرا شو ما قرات شو ما ابدعت شو ما اعطيت فكان مثل هيك فالمهم لما اجى دوري شفت الشاعر صلاح ابو لاوي وسلمت عليه وقعدت يومها وغنيت كنا اغنيه جواز السفر لمرسال خليفه انت متاثر بمرسيل هاي راح نحكي عنها بالجزء الثاني ان شاء الله من ان شاء الله المهم فبعد ما خلصت فبيحكي لي انت مكانك تغني هون مش تروح تغني بالشارع مع اصحابك فبعديها تعرفت على القاص احمد ابو حليوه وطلعت عن وبدات المسيره صيف الثقافي عمر القاسم بعدين اشتغلت مع دكتوره مجد القصص جميل. يعني في شغلات انت بتكون راسمها بمخيلتك يعني كيف بدي احكي لك بيجي القدر بوخذك لمكان ثاني تخيلت اشياء ماشي الحال يعني بهذيك اللحظة يعني لما كنت في نادي أسرة القلم كان ب 2015 تخيلت أشياء وصرت وأنا ماشي وهيك أتخيل أفكار فعليا سبحان الله يعني بعد فترة بتبلش الأفكار هاي تتحقق بإشي غريب يعني ما شاء الله المهم اشتغلت يعني مع دكتورة مجد القصص في المسرح والحمد لله يعني كان إشي رائع حتى هي حكت لي إنه صوتي صوت غجري كانت معها بيسان كمال خليل معلم في فرقة بلدنا لا هي فرقة بلدنا بس هي معلمة في معلم انت بتحكي من اسماء باعتبار الناس عارفينها يعني لا احنا بدنا نعرف لما نقول كمال خليل فرقة بلدنا كمال خليل طبعا كل دكتور هذا واجب يعني على قلبي يعني طبعا دكتورة مجد القصص انا بوجه لها تحية اللي هي طبعا انا لما اقول دكتورة مجد القصص هي الفنانة والممثلة مجد القصص لما اقول دكتورة شبك واحدة انا حي انا عاجبني دور التصحيح هذا يا عمي صح انا واحد من الناس ناس لا لا جميل جدا بس بالعكس في ناس راح يستثقلوا دمي على الطريق يعني دكتورة مجد القصص تقدر تحكي هي وصلتني لما يعني اخذتني من مرحله لمرحله اخرى لدرجه انه الشخص يوقف امام المسرح ويحكي اللي بده اياه ويكون الموضوع عادي يعني هاي جرأة يعني في ناس كثير تفتقدها يعني ترى انا حلقتنا صارت نصها عشان هيك بدنا هيك اغنيه صغيره دقيقه ونطلع فاصل يعني مع نهايه الاغنيه نكون طالعين فاصل ماشي الحال يلا سمعنا اغنيه وبعدين نكمل حوارنا بنكمل مع الاغنيه ونطلع فاصل وراجعين تفضل طب ايش الاغنيه ايش بدك اياه سمعنا لون جديد ماشي الحال في اغنيه انا لحنتها لحنت انت يعني انا كتبتها كنت باسبانيا وقعدت مع ناس اسبان وطلبوا مني اغني اسباني وانا شخص يعني كنت حافظ الكلام الاسباني هولا كوماستاس فحكيت شو أغني لهم لممت كل إشي وحطيته بلشت غني حطيته في الأغنية يلا أديرو باي أديرو باي على فيدا بوركي جاكن سادو
باس دوندي باس على فيتا. وانا بدي اعيش وانا بدي موت لعيونك يا وطني. وانا بدي اعيش وانا بدي موت بترابك يا وطني. وين اللي قال شدوا بتزول لشد زالت بس بتهون. Vamos, my amigo, vamos arriba, va. Tú, tú y yo, vamos a la libra. Y el fin, همك من همي ويا خي دمك من دمي لعيونك أنا بفديك وبدمي أنا بحنيك. شعبي عربي مقهور شعبي عربي مقهور. أطير باي أطير باي على فيدا بورتي شكون سادو. Donde vas, donde vas a la vida. للطيران في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة جت. كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. آخر حدود الحلم قلبي السما المفتوح، والقوة هي الحب لو عاش بقلبي الروح. حب وحب وحب عيش الحياة بالحب، ربي الوجود في سماء بحبنا بنحب. حب وحب وحب عيش الحياة بالحب، ربي الوجود في سماء بحبنا بنحب. أنا اللي جايلك من باكر، لا كنت برا ولا ماجر، أنا اللي جايلك من باكر. قلبي ولا البحر الهاجر، عيني ولا القمر الليلة. الليلة 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 يا سمرة يا سمرة، الليلة يا سمرة. ارقص ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
جميل جميل الله. جميل يعني يعني الكينج محمد منير يعني منير. احنا طبعا رجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل مع المطرب الجميل الشاب الله يخليك يا رب. الكوكتيل هذا الكوكتيل نسمعه يزن ابو سليم والقاصة كرمل الخالدي. كرمل انت بتشتغلي كثير في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي ولا شو قصتك مع العمل هذا؟ يعني العمل ما بيجيب مصاري شو بدك فيه؟ طبعا بجيبش لانه بجيبش مصاري منبعه شيء انساني هذا يعني انا بتوقع انه هلا انا من 2009 ل 2019 تقريبا او 18 اشتغلت في العمل في مخيمات اللجوء الفلسطيني في مخيم النصر مخيم البقعه في المحطه في شو اشتغلتي شو طبيعه الشغل هو مش شغل هو عمل تطوعي جمعيات الفتيان الايتام اكيد بتسمع مش اللي هي اللي جابيه للفلوس او التبرعات لا احنا بنشتغل عمل فتياني العمل الفتياني اللي اسسه بتوقع في السبعينات السيد حسن عادل والسيد علي عباس ونسيت الاسم الثالث يعني هم ثلاث اشخاص اسسوا هذا العمل وكبر بعديها طبعا هو من أنقى وأنبل إشي بيقدر يعمله الإنسان هو العمل التطوعي نعم. وبالعكس أنت لما بتشتغل يعني بتعمل عمل تطوعي أنت بتكون المفروض محاسب عليه بينك وبين ذاتك وبينك وبين ربك أكثر من عمل ممكن تأخذ عليه فلوس فأنا بالنسبة لي بطعم خبز كيف بطعم كتير خبز هو اللي بطعم خبز لأنه مش بس بينفعك بدنيتك وآخرتك ممكن إذا بدنا نحكي هو بتوقع مش أي إنسان عنده قدرة بيقدر يعمله لازم يكون بس إنسان بمعنى كلمة إنسان أنت لما بتطلع طفل من بيئة معينة بتخليه يندمج مع أقرانه بتنميه تنمويا وماديا ونفسيا بتشتغل عليه ويعني بتعطيه ثقافة معينة تحسس انه شخص عادي مش مثل طبعا ما معظم المجتمع بحسسه هي انبل رساله انت بتقدر تقدمها يعني كل رساله كنت تشتغلوا على ايتام في مخيمات اللجوء كي لا يشعر اليتيم بانه معزول بانه تعويض عن الحنان المفقود يعني دمجه في المجتمع لكي يعطي عطاء طبيعيا كاي مواطن عادي طبعا بكل العالم فيه وفي الاردن اكيد فيه بس انا بدي انوه لنقطه مهمه العمل التطوعي انت سوري أهم أنواع المقاومة هي السلاح إحنا بنعرف السلاح هو أهم أنواع المقاومة لكن أنت بتقدر تقاوم باللحن بالأغنية بالكلمة بالقصيدة هذا نوع من أنواع المقاومة أنا ما بقدر هلأ أقدم أو أروح أعمل شيء في مكان معين وأقاوم هذا نوع من أنواع المقاومة لما أنا أنمي جيل واعي فاهم هو وين وهو ليش هيك وليش صار في هيك هيك بعمرها ثقافتنا ولا قضيتنا بتنتهي يعني أنا بالنسبة لهي أهم هدف ورسالة أنا بشوف أهم إشي بالمقاومة اللي هي العلم الدراسة القراءة يعني هذا يعني سلاح يعني هو أهم إشي طيب أنت تحب يقال عنك فنان ملتزم ولا فنان نقطة يعني ما كثير بيقولوا يعني ما بعرف انك ملتزم يعني انت ما بتغني هشك بشك ولا ممكن مهرجانات لا يعني تبعت على كريمه هاي ما لا 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 هاي بالذات بحبها بحبها لا بحبها بحب يسمعها يعني بحب يسمعها طب وين تحب تسمعها اصبت انك مش ملتزمه شوف يعني لما بدك تحكي فنان ملتزم الفنان عمر عبد الله ملتزم الفنانه فيروز ملتزمه عبد الحليم ملتزم فهو الفنان الملتزم هو شيء بقدر شاكوش ابو شاكوش يعني حسين شاكوش اسمه مش عارف مش عارف زميلك يعني الانسان اللي بقدم موسيقى وكلمه في مكانها الصحيح فهو شخص ملتزم فيعني مش شخص طيب انا سمعت وسرب الي انه في اغنيه لتامر حسني انت بتحكيها باللهجه الاردنيه يعني تغنيها هذا الفنان تامر حسني لو زعلنا لا لا ما بنزعل لا حقنا كيف هم بياخذوا وبيغيروا طبعا احنا الان في اطار الفن والابداع ما هو الابداع ان تكسر المختلف ان تكون مختلفا فسمعني تامر حسني باللهجه الاردنيه بالله خليهم ياخذوا كلوزات هيك يعني بتقدر تحكي بداية جديد جديد تامر حسني تامر حسني في الأردن فنان راقي طبعا أكيد أنا بحب أسمع لك كل التحية أكيد كل مرة
أشوفك فيها ما بقى نفسي أجي لك أقولك إنك كلك على بعضك عندي في الحياة. طب على الأردن كل مرة أشوفك بيها أشوفك أحلى من اللي قبليها. كل مرة أشوفك بيها أشوفك أحلى من اللي قبليها. الله 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 طالع لي عدو طالع من كل بيت وحرم شارع. الله 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 بس هذه هيك انا فكرت الاغنيه كلها. لا بس جميل يعني جميل. طيب انت درست الموسيقى؟ انا درست بشيء مختلف تماما يعني اشتغلت بشيء مختلف تماما. انا شفت حلويات وبيكر يعني. بس انا ما سالتك عن شغلك انا سالتك عن الدراسه. هذا بعديها لما دخلت انا في مجال المسرح وتعرفت على دكتور مجد القصص وعلى بيسان كمال، فهم اللي ودوني او هم اللي دعموني اني انا ادخل على شو اسمه المعهد الوطني. فانا دخلت المعهد الوطني فما كنت اعرف بالنوتي شيء او شيء زي هيك. فكانوا يحكوا لي انه انت بتعزف وبتغني بس انت مش عارف وين رايح. مش ململم حالك يعني مش فلازم انه انت على الاقل تقرا نوتي يعني. اذا قرات نوتي اذا انت بتقرا. وقراءه النوتي بعدين لو رحت على الصين بقرأوا نوتي، لما تروح على امريكا بقرأ نوتي، على فرنسا. فهمت علي كيف؟ على يعني وين مكان؟ لما تتعلم النوتي بتصير تعيش على النوتي؟ بتعيش على النوتي؟ بالدين سجل على النوتي. ايوه فهمت علي. بالدكان بيك سجل على النوتي. سجل على النوتي. فبطعمي خبز الموسيقى؟ والله اللي بيحب الموسيقى فما بيسأل يعني. شوف الفنان وعنده رسالة ما راح يسأل عن المردود. طيب انت لك يعني خلينا نقول محترف في الشغلة. انا مش محترف انا يا سيدي. مش تدعى على حفلات؟ مش تتفق معك؟ مش يعمل لك برامج؟ أكيد تأخذ مقابلة ولا؟ أكيد طبعا. طيب لكن في جانب لما يكون العمل وطني بتقدر تحكي إنه يعني هذا العمل إنه واجب. مجاني تماما. تماما هذا واجب. بينما إذا أنت رايح حفلة لناس أو شيء خاص برايفت غنيت لفلسطين بالأزمة الأخيرة تبعت غزة. أكيد طبعا والله لفلسطين. نأخذ وصلة هدية أطفال ورجال ومقاومة في فلسطين. طبعا بغني أغنية أنا أول ما غنيتها كرمن حكت لي كانت في مجمع النقابات. برافو يا زلمة. لا كنت أعرف أنا تعرفني في هاي من هناك بلشت علاقة. هاي الأغنية. طيب من أغنية كمان بلكي عشان نحس وطني. فلسطين الفجر الطالع بعيون الفقراء، فلسطين النصر الجاي بغنية بكرة، فلسطين الفجر الطالع بعيون الفقراء، فلسطين النصر الجاي بغنية بكرة. بي تذكر شو قلت لي يوم اللي كنا صغار، شو هم لو بنموت يلي بكفوا قطار. يا بني
هذه اللي شبكتكم مع بعض؟ ايوه. الإيش الوطني. كنت دائما انا احكي لوالدي كلمه يعني يضحكوا علي الاصدقاء والاهل، انه انا مستحيل اقدر ارتبط بشخص ما بيعرف غسان كنفاني، ما بيقرأ، ما تقرأ تاريخ محمود، ما بيعرف محمود درويش، غسان كنفاني الشهيد. هو بتخوّت طبعاً أبو وطن، معلش. مستحيل. مستحيل أرتبط بشخص ما بيسمع لمرسى الخلفياني. من أبجد هوز. طبعاً أكيد ناجي، يعني لازم يكون عنده، ما بزبطش أسأله أنت من وين، يقول لي بس من الخليل عفواً، ومش مثلاً من قرية كذا. لازم يكون بشبهني، إذا ما كانت هاي الملامح موجودة، ويمكن الناس بيستغربوا، يعني لازم الإنسان يكون هيك. أولادنا أولاد أولادنا ما بيزبط إلا ينزرع فيهم. طيب هي حبتك عشان الأغنية يعني وصارت ميالة، أنت شو اللي شدك إلها يعني؟ لأنها بتشبهني بشيء كثير كمان. طلعت تشبهك. طيب شو غنت لها إشي خاص فيها؟ القلب، رفضة القلب. لا بمزح. كيف تعمل هاي؟ كيف بعمل شو؟ دائما بقول لي هاي افضل اغنيه لانه دقات قلبي بتغني. هو غنى لي شيء خليه. لا بلا ولا شيء، بلا ولا شيء. لا لا مني، لا ما تطلب منه، هو اللي بده يغني وبدك تلف عليها هيك. لا لا هو غنى لي اياها. بدي تلف عليها هيك وانت تتاملي وهو يتاملك. بدي اشوف عصافير اثنين قدامي. يلا يلا خلينا نشوف ندوها بعض هيك بيدو كليب. يلا غنى لي اياها. بدنا نكسر الدنيا بالقاع. كارمل ترند يا زلمه. كم 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 يا زلمه. لا يا زلمه، مزعل. يلا ندي عليه. بلا ولا شيء حبك، بلا ولا شيء، ولا في هالحب مصاري، ولا ممكن في ليرة، ولا ممكن في أراضي، ولا في مجوهرات تعين أعد بالفيس. مش لحد يلا. ايش اغني؟ اقولي له بحبك والله بحبك. كيف صوتي بس؟ رائع جدا. لا انا بدي اقول له اشي. معني هي يعني بتزبط وطن وحب. الى عينين تقاتل، الى ورد ومروج وسنابل. الى الحلم واليقظة والحنين الذي يمزقني فيك، ومن أجله أناضل وأضل أناضل. هذا أنا كتبه. الله. إلى يزن ولا قبل يزن؟ قبل يزن. بس قبل يزن. لا ما بنفعش. مش لحد تاني بس. لا هو نص مشاعر. أنا بدي يزن. طيب كرمل من أكثر الناس اللي بدعموني للعمل الموسيقي بشكل عام، يعني أو العمل يعني العمل الوطني، يعني أي مكان فيه، فهي كتير حدا بدعمه، كتير حدا صبور، يعني انه انا بتاخر كتير برا البيت يعني كشغل وهي بتكون حريصه انه لا لازم كذا، لازم على الساعه كذا لازم تطلع. فهمت علي كيف بكون انا بدي اتاخر؟ لا لازم تصحى. ترى علاقتنا شبه انتهت. طيب كان في اشي كنت حاب كنتوا حابين تحكوه نسينا نتطرق له؟ انا مثلا كنت حاب اسالك
عن تأثرك بمارسيل وسميح شقير، لاحظت من خلال متابعتي لك انه انت متأثر فيهم. يعني انا مارسيل خليفة بحب مبدأه ماشي الحال، سواء مارسيل خليفة او سميح شقير. مارسيل خليفة من وانا صغير تأثرت في الموسيقى تاعته ومبدأه. ممكن مارسيل خليفة يكون مطرب عادي ويجني اموال كثيرة ويلا اموري تمام، صحيح. لكن شخص كيف تقيد في القضية وهو فرنسا، صحيح. يعني كان ملتزم بالقضية وهو بعيد عن القضية بس ملتزم فيها، فإن الشخص هذا يعني كيف أخذ قصائد لمحمود درويش ولغيره من الشعراء التانيين ماشي الحال، وصارت يعني انتشرت، صارت خبز موجودة عند العالم والناس. فكيف شخص بعيد يعني وكيف حمل هم الناس حمل هم الشعوب، هذا بداية كمبدأ. وكصوت يعني أنا بحب صوته كتير يعني، وفي كمان أشخاص تانيين يعني كمان أنا متأثر فيهم. مثل مين؟ مكاديا، في مكاديا نحاس، في جورج قرمز. هذا فنان جورج قرمز ما حدا يعني مش لا بيعرفوا النخب يعني. أيوة بيعرفوا النخب يعني هذا كصوت عظيم يعني. بعدين اختفى، سمعت من ناس إنه راح سافر على أمريكا ويعني. طبعا هو فنان لبناني حتى. هو فنان لبناني. يعني تأثرت بموسيقته يعني. فهمت علي كيف؟ حتى في المدرسة أنا كنت أغني له زي هيك. زياد الرحباني طبعا، زياد لا واضح، جوليا بطرس. في المدرسة أنا أخذت قصيدة ماشي الحال، اسمها يا قدس يا محراب يا مسجد ماشي الحال. فالمهم لما أول ما أخذت الكتاب، طبعا أنا كنت أهجر كل كتاب أدوره إشي حلو أحفظه، وكنت أحفظه بعدين خلاص. فالمهم لحنت قصيدة اسمها يا قدس يا محراب يا مسجد، كنت صف خامس ماشي الحال، فطلعت وكانت ملحنة وأموري تمام وغنيتها. ما كان في دعم بهذيك الفترة يعني، ما إنه طالب لحن. ما وصلني كوبلي منها، كيف طلعت معك؟ والأستاذ يا بيدعم يا ما بيدعم. يا قدس يا محراب يا مسجد يا محراب. طيب تخربت يا محراب. أنا هيك متذكرها، بحاول أتذكر. أنت هيك على أنا هيك حفظت يا محراب. يا قدس محراب مسجد. يا قدس يا محراب يا محراب. لا زشوي خربت، ما هي صف خامس كمان. أنا دم كمان لما بعدين. يا محراب يا مسجد يا درة الأكوان يا فرقد، كم رتلت في أفقها آية وفي سماها قد سرى أحمد. أقدام عيسى باركت أرضها. بس لهون متذكر. بس هاي يعني أنا حلقتنا خلصت. تحبي تحكي إشي قبل لا ننهي؟ لأنه بده بالنهاية ننهي بأغنية يعني. أول إشي بحب أشكرك لاستضافتنا والكادر كله يعطيه العافية. وهلأ أنت عرفت ليش أنا حبيت يظن؟ واضح ليش أنا حبيت يعني. أكيد أحبه زيك يعني. بدي أحكي إن شاء الله يكون دائما كل العالم بسلام، وإن شاء الله يا ربي يعني بالنهاية عن جد بنكون بالأقصى بالأيام القادمة ونعيش لحظة التحرير. ولكل أم شهيد وكل أم أسير إن شاء الله الله بيفرج عليكم قريبا، إن وإن شاء الله يا ربي الأردن دائما دائما بسلام. شكرا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير أكيد. وانت بألف خير وصحة وسلام. كل الناس وليث والقيسي والقيسي الثاني والوليد ومين كمان وعادل وسارة وسامة ومين كمان أكون نسيت حدا وسكوريتي ناس عائلتك ذكرني أيوة محمد سلام أبو عمر أيوة وكل الناس جهزوني لسه وكل عام وأنا بخير. نجيب سارة ما خلصت ما جهزوا المايكات. أوكي. كان نفسنا صارت تكون موجودة. سارة موجودة بالكواليس. بدنا نختم وإحنا واقفين. يلا بدنا نوقف. خذونا هيك نختم هيك حابين. صبرا لن ينتصر الناب على بسمة طفلي، صبرا لن ينتصر الناب على بسمة طفلي، صبرا يا أمي صبرا يا أختي، صبرا 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 واحتملي. سنسمر تلك الأيدي فوق الأكواب، ونذبح ذاك الوحش بتلك الأنياب. سيغني البلبل سيعشعش فوق الأعتاب ويطلع.
الشعب ويطلع فجر الشعب ولن يطلع هو لن يطلع غير الأحباب ولن يطلع هو لن يطلع غير الأحباب. الله باي. الحلقة الجاي اقطع.